عرفنا الكثير على الفيروس، عرفنا كيفاش كيدخل الدم عبر الانف والفم والعينين، اما عن طريق اليدين المتسخين اللي حامل الفيروس لانهم كانوا قاسوا اسطح ولا اشياء اللي كانت ملوثه وما خلناش يدينا وقفنا الانف ديالنا ولا عينينا ولا الفم ديالنا ودخلنا الفيروس من 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 اليدين عن طريق اليدين، ولا عن طريق شخص اخر مريض وماشي بالضروره كيبان علامات على المريض. كاين مرضى اللي مصابين بالفيروس ما كتبان عليهم حتى شي علامه، وزياده على ذلك الفيروس كيتنقل كيعاني يومين من قبل ما يبانوا العلامات، دونك قبل ما يبانوا العلامات على المريض كيكون المريض كيعاني، واسبوع من بعد ما كيتشافى المريض من العلامات ديالو كلها، من السخانه من الكحه. عرفنا كثير على هذا الفيروس لانه فيروس جديد وباقي ما عرفناش كل شيء، ولكن عرفنا بزاف الحوايج من العلامات ديالو، بانه كيدير حمى، كيدير سعله ناشفه، كيدير مشاكل في الذوق وفي الانف، حاسه الشم كتمشي. عارفين بان كيتنقل بسرعه، تقريبا مريض واحد يقدر يعالج ثلاثه الاشخاص لما كانش هذا الحجر الصحي والاحتياطات الاحتياطات اللي دارتها تقريبا الدول كاملين. وعرفنا الفائده ديال الحجر الصحي بانه كيقلص من 75% من الحاله ديال العدوى. عرفنا بان الوسائل ديال العدوى بان العطس والكحه وداك الرذاذ، داك لي بورسيون، داك الاطراف ديال اللعاب اللي كنكونوا كنلوحوا من الانف ولا من الفم ملي كنكونوا كنتكلموا، ملي كنكونوا كنعطسوا ولا كنتكلموا. وعرفنا بان كاين واحد لقينا في الهواء واحد الموروث ديال الجين ديال الفيروس في الاسره في الحواف الاسره ديال المرضى اللي معزولين، وفي الغرف ديال الاطباء اللي كيكون يبكسوا كيبكسوا في حوايجهم. وشكينا بان دراسه مؤخرا بينت بان شك في انه كاين اثناء التكلم ولا التحدث ممكن نمروا فيروس المخاطب ديالنا اللي كنا قراب ليه. دونك لذلك الاهميه ديال الكمامات. عرفنا تجارب اخرى بالنسبه للادويه اللي كاينه في الابحاث، بان الادويه ديال استعملات في السيدا وكتجرب في هاد الكورونا، وبان ادويه اخرى بحال داك لوفير ديال واحد الدوده ديال البحريه هي فيها تجارب. دونك عرفنا الكثير، ولكن راه ما عندناش واحد السبق يلاه 3 شهور 4 شهور لان باش تعرف الفيروس. المهم الاحتياطات ولا بريفونسيون والتجارب الطبيه، والتجارب الطبيه يلزمها كثير من الوقت باش يكون اللقاح جاهز. اللقاح خصو الوقت، خصو على الاقل عامين، دونك خصو الوقت. لذلك الحمايه ثم الحمايه.